الشيخ انا طبيب اسنان. بعض النساء، بعض المرضى من النساء ياتوني بدون، منهم من ياتي بمحرم مع محرم، ومنهم من لا ياتي مع محرم. كيف يكون يعني تصرف مع هذا؟ مش عندك ممرض؟ عندي ممرضة. خلاص ممرضة. طب وانت المشكلة دي عندك ممرضة بتخلو بها، كيف تخلو بها؟ مشكلة ثانية جبت لنفسك المشاكل، كيف تخلو بالممرضة؟ يعني انت الان انت خايف من المريضة، والان انت مع الممرضة، كيف تخلو بالممرضة؟ الممرضة وضعها مكتب خاص، لكن ما تجلس معي في غرفة العمليات. ما تجلس معي، خلاص ادخلها ساعة غرفة العمليات معك، كن الخلوة تنتفي. بارك الله فيك وفيك، الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. آمين يا رب.